اقول لكم بقى وضع دوري الابطال بسرعه. دوري الابطال حالا. مولودية الجزائر والوداد المغربي 1-1. شباب بولسداد يفوز على الترجي التونسي 2-0. كايزر تشيفز الجنوب افريقي يفوز على سيمبا، سيمبا سيمبا فاكرينه؟ 4-0 4-0. والاهلي بفضل الله يفوز على سان داونز 2-0. برضو خلي بالك جميع الفرق، لانه كان يقول لك ايه الاهلي طلع تاني وبعدين وهنعمل ايه، جميع الفرق اللي تصدرت مجموعتهم تعرضوا للخساره في مباراتهم الاولى باستثناء الوداد المغربي تعادل. ده بمناسبه ايه؟ تصدر مجموعه ولا تانية مجموعه؟ طيب مباريات الاياب يوم السبت اللي جاي، الاربع مباريات. سان داونز الساعه 3 ظهرا هيلتقي مع النادي الاهلي هناك في سان داونز في بريتوريا. سيمبا التنزاني مع كايزر تشيفز. الوداد المغربي مع مولودية الجزائر. الترجي التونسي مع شباب بولوزداد. نروح بقى لمواجهات ذهاب الدور نصف النهائي بمشيئة الرحمن يا رب، بعد ما نعدي سان داونز إن شاء الله يا رب بإذن الله. 18 يونيو نلتقي مع الفائز من الترجي أو شباب بولوزداد، وأيضا الفائز من الوداد ومولودية الجزائر يوم 18 يونيو أيضا هيلتقي مع الفائز من سيمبا وكايزر تشيفز. هذا هو الأمر فيما يتعلق بدوري الأبطال. طيب